استمرار تأثر المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية بكتلة هوائية باردة وارتفاعات على درجات الحرارة في باقي المناطق مع حالة من عدم الاستقرار الجوي في بعض الأيام. التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد قليل. يستمر تأثر المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع بالتأثر بكتلة هوائية باردة تستمر درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، في حين تستمر درجات الحرارة حولي لا أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والوسطى وأيضا الغربية منها. حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تتأثر بها المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى يومي الأحد والاثنين. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث تكون الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية. سخات رعدية من الأمطار متوقعة خلال ساعات الظهيرة والعصر. أجواء مشمسة وصافية ومستقرة في المنطقة الشرقية والوسطى وعموم المنطقة الغربية، لكن المنطقة الشمالية تبقى درجات الحرارة فيها أقل من المعتاد. بالنسبة ليوم الاثنين لا تغيير الحالة الجوية، تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر، أجواء مستقرة وحارة نسبيا في المنطقة الشرقية الوسطى وعموم المنطقة الغربية، ودرجات حرارة تستمر أقل من معدلاتها في المنطقة الشمالية. يوم الثلاثاء استقرار عام على الطقس، أجواء مشمسة في عموم المناطق، ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض حيث تكون في منتصف الثلاثين مئوية. أيضا ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لتعود وتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن يوم الأربعاء تعود وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية مع اقتراب لكتلة هوائية باردة جديدة من منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط. تعمل على انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق، لكن تستمر الأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة. يوم الخميس المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة شمالا، لكن المزيد من الارتفاع في المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة. تصبح درجات الحرارة في منتصف الثلاثينيات في عموم المنطقة الشرقية والوسطى، في حين تكون ما دون 20 مئوي في المنطقة الشمالية مع فرص لتجدد تشكل الصقيع فوق الجبال العالية من منطقة تبوك خلال ساعات الصباح الباكر. يوم الجمعة المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، وأيضا تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى منها، لتصبح درجات الحرارة في العاصمة الرياض ما دون 30 مئوية، وتكون الأجواء مستقرة في عموم المناطق. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.